انا ماني راعي قناص يعني مزاج واسافر عنا. انا شفتوني يعني حصل لي صيد فزن جورجيا، حصل لي صيد حمام بالمغرب، صيد غزلان باسبانيا وهكذا. فلما جيت اول مره هني ما امون على ابو خالد قال لي بعد صلاه الفجر نحرك. انا قلت له اول يوم خلنا شوي نريح ويصير خير، قلت خطيح الميانه بعدين نتفاهم. المغرب انا قايل لهم الصبح ما اعرفكم، روحوا ورموا الصبح، ويعني ما نهي ذاك الحرص يعني ميت متشفق على الطير والحمامه والصيد، اقوم من النوم على الراحه اجازه هي اتريق على راحتي اتمشى بالمنطقه، وقت غدا اتغدى، عقب الغدا هم يقولون نمشي. قلت هني بسوي نفس الشيء. فاول يوم قمت صليت الفجر متغير علي المكان، شفت نفسي يعني برجع انام ما قدرت انام، قلت ها خل انزل. نزلت ولا ابو خالد بيطلع بيمشي، قلت له ها ابو خالد يلا ترى معك. قال توكل على الله. رحت مع ابو خالد اول يوم، من اول يوم لاخر يوم انزل قبله تحت من كثر الوناسة والمتعة والإثارة. وبعدين صراحة النهار طويل هني، يعني شروق الساعة 8 يعني تشبع نوم وتقوم الساعة 7:15، تنام 12 تقوم 7:15 شبعان نوم طالع من خشمك النوم. فاليوم قلت حق عيال نفس الشيء، قلت لهم ناموا قوموا الصبح الساعة 7 وكنا قالوا ربع الصلاة وخلص عقب الصلاة نسوي كل واحد قهوة ونتوكل على الله لما نرجع نتريق. فمتحمس من قبل اوصل على يعني طلعت الصبح، صراحه هدوء واسترخاء واجواء جميله وسوالف حلوه. والصيد ترى بشكل عام الحداق ولا القناص ولا ايا كان اثناء بالنص الفترات هذه اللي يصير ما فيها صيد او قاعد ترقب الصيد تقعد تسولف مع صاحبك فتنفتح السوالف وتصير سوالف خاصة وتصير يعني كل واحد على قولته مفتح قلبه. فهذه حالات اللحظات الجميلة هذه. صوت النهر، درجة الحرارة الحين صوت النهر ما تسمعونه ولا لا، صوت الطيور. الله يا هدوء هني. هذا النبع اللي نسقي منه كله نحط على طول ماي ماي عجيب حلاوته ما شاء الله. وهذا ريوقنا اللي يبي يسكن هني ترى يبي الريوق الاكل هذا كله يحصله، بس الصيد لا، صيد شيء خاص فقط. خلص وقت اللي تطلع فيه الغزلان، الحين ظهر حطينا الاهداف بنروح نرمي 300 متر 500 متر، حاطين هناك نقاط، نقطة 300 ونقطة 500 نرمي الأهداف. هذه اللي نرمي فيها هذا اسمها بليزر أريت. هذه إذا رمينا نروح نشوف عشان رمياتنا نقرب ونشوف. هذا أول واحدة رميتها أنا، هني ضرار إبراهيم، هني إبراهيم، هني ملوتي هوا، بس مو حجه بعد مو عذر، ضغط نفسي ابو حال ابو خالد يحطك تحت ضغط نفسي. علينا امطار ما شاء الله من الصبح، رذاذ كان وصار مطر الحين. اليوم غدانا طاجين
بالليمون والزيتون شغل المغرب. كلها علينا هوا اليوم، جو بارد، ثلج اليوم. طبعا من نادر ان ينزل ثلج، ما ادري ثلج من صقيع، بس برد صجي مو غشمرة. هنا طلعت هنا تبين الجبال الامريكيه. ما شاء الله. يقول حق ابو خالد شلون الجو عندك؟ قال براد، يجيب لك جاكيت. ها ابو خالد هذا يقول يجيب لك جاكيت. والله غشيت يا ابو خالد. ما شاء الله، شوف هذا الشعيب مشى من الثلج، داب الثلج يطير كنا غبار. ما شاء الله، هاي البراد. ها ابو خالد، اي والله براد، اي بلك جاكيت. يقول اي جاكيت، اي براد، زمهرير. الثلج ذاب بس للحين برد والله. عاد قبل شوي لقينا وايد غزلان بس بعيدة. مشكلة الغزال مو بس صيدته، مشكلة الغزال بعد الصيدة لازم كل شيء تفكر فيه خطوة قدام. فبعد ما تصيد الغزال شلون تشيله، تنقله سيارة، ثقيل وثلج وتزلق، يمكن يعني حوسة. فحجزنا اليوم مطعم الكرباتشو اللي صورت لكم قبل وصور لكم مرة ثانية، وبنروح إن شاء الله ليون. طبعا ليون غير ليون الفرنسية، هذه ليون هني بأسبانيا. ملابس الصيد لها مواصفات خاصة، لازم ما تطلع صوت عشان الغزلان ما تهرب من الصوت، ما تنحاش من الصوت. عاد في صيف في شتوي، بس كله هذا ميزته، ما يطلع صوت بالاحتكاك. كل شيء طبعا يكون ألوانه مثل ألوان الطبيعة. هذا طبعا ديكاثلون، في أشياء للصيادين طبعا، جنة الصيادين. هذا شيء قسم ضخم، شفت المغرب بعد نفس الشيء في عندهم، بس مغرب ظهر بالموسم تنقطع الأمور هذه. هذا قسم بس الهانتينج الصيد، وفي قسم حق الخيل، وقسم حق مدري شنو، الله يكرمكم، الكلاب والرياضة الخارجية والسكي، وكل واحد له قسم. هذه خيام حق الكشتات، كل شيء فيه، كل قسم شوفها، تنس، رياضة، وانت رايح. هلا والله. وحتى الأحذية الله يكرمكم مالت الصيد لها مواصفات معينة، لازم ما يطلع صوت وهو يمشي، ولازم يصير ضد الماي والطين والأمور هذه، وسهل الغسيل، ويصير صلب، تضرب صخرة، تضرب شيء وانت تمشي. هذيل ملوت تسلق، وفي شغلات مات في شغلات مات الهايكينج، وهني سليب باقات أنواع وأشكال ودرجات أحجام وألوان، وهذا التفخ، وهذه الجناط الثلاجة، أماعين هذه اللي تطبق ببعض، تشويل. هذا شنو هذا؟ هذا ضار خشب، حلوة عجيبة هذه، خشب أو فحم، تشويل، أنواع وأشكال. طبعا شنو هم يتعبون عليه؟ مطاطير، كل شيء يتعبون على الشيء اللي يخف وزنه عشان الشيل يصير سهل،
حق الهايكرز والأمور هذه سهل شيله أو الكشاتة أو كذا، ويأخذ مكان صغير بالسيارة وبنفس الوقت يخدم، يعني يؤدي غرض كبير. هذه طبعا ملوت زلج، جاكيتات المطرية والثلج وكل شيء، كل شيء كل شيء. طبعا هني ترى مال ثلج مواصفات خاصة، لازم ما يرطب، إذا رطب ودخلتك الرطوبة داخل ما تنشف خلاص سلم. أول ما كنا نروح ثلج نروح ببنطلونات عادية ولا جنزات، يتبلل وما ينشف، تبتلش بلشة، تقعد 6 ساعات 7 ساعات لين ترجع. بعدين عرف ان هالامور لها ملابس خاصه ومواصفات خاصه ولا تبتلش.